السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة اختكم لبنى، في قناة اختكم لبنى، في قناتها صحتي في جمالي وجمالي في صحتي. مرحبا بالناس الجداد، مرحبا بالناس القدام، مرحبا بالجميع. كنرحب جميع الاخوات والاخوان اللي يلا انضموا للقناة ديالي، وكنقول لهم شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، على التشجيعات ديالكم، على لي كومونتير زوينين ديالكم بزاف بزاف بزاف. مرحبا بجميع الاخوات اللي يلا انضموا للقناة ديالي، ومرحبا بجميع الاخوات اللي ديجا منضمين للقناة ديالي. فريمون هاد القناة هادي ديالنا كاملين، كنستافدوا منها كاملين. وحنا كنا الحمد لله عائله وحده، وكنحسكم العائله ديالي والخوت ديالي، وفضلكم الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى. اكيد زدنا لهاد، وصلنا لهاد النيفو، ما عرفتش ملي نحقق سبحان الله صباح مريض، وصلنا لهاد النيفو. شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، ما نطولش عليكم. الوصفه ديال اليوم الوصفه اللي طلبوها مني بزاف الاخوات، اللي هي زوينه وخفيفه، ولكن فريمون البنات غنعطيكم تقريبا وصفتين في وصفه واحده، جوج طرق ماشي جوج طرق، حتى كتكمل الاخرى صراحه في وصفه واحده. اكيد قبل ما نبداو لا فيديو، ما تنساش الا كنتي انت ولا انت يلا كتشوف القناه ديالي ولا يلا كتشوف لا فيديو ديالي، ما تنساش تابونا، دق الجرس، تخلي كومونتير زوين بحالك باش يوصل ديما الجديد ديالك، ديما الجديد ديال اختك لبنى يوصلك ان شاء الله يا ربي. بغيتكم تلايكي لايك 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 البنات، ما بقيتوش كتلايكيو كاع، صافي ما عرفتش مالكم، ما كتهضرش مع البنات، مع البنات والدراري شويه لايكيو بارطاجيو، خليو لي كومونتاريوس ان شاء الله يا ربي. بغينا هاد الفيديو هذا يوصل ل 5000 لايك ان شاء الله يا ربي. علاش لا نتمنى هاد الشيء، هادشي اللي صراحه كنطلبوا منكم فضلا وليس امرا، ما كنامركمش، بالعكس كنطلب منكم طلب بوحدو والامر بوحدو، فضلا وليس امرا ان شاء الله يا ربي. الا كنتي هالبليس هذه هي من الدهس تلقاها، كتشوفي هنايا كاينه صابوني، رديها ابوني ودقي الجرس حداها باش يوصلك ديما الجديد ديالي ان شاء الله يا ربي. الوصفه كما قلت لكم ديال اليوم، كما قلت لكم ديال اليوم، وصفه لتسميل الخدود ان شاء الله يا ربي في وقت قصير جد 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 جدا. بزاف ديال الاخوات لوكور ديالهم لا طاي ديالهم عاجبهم فنا محمقاهم، ولكن كيكون عندهم مشكل في الوجه بحال تبقى انايا صراحه الكور ديالي كيعجبني. غير مؤخرا خرجت شويه ديال الكريشه، راني كندير لها ريجيم ان شاء الله باذن الله، ولكن كيكون عندي المشكل ديال الوجه. مي الحمد لله دابا صافا مزيان، ملي كتتبعي شي وصفه ولا كتبعي كتنظمي الغذاء ديالك وكتقدي راسك وتحاولي تراسك واحد الوقت، كتلقاي داكشي اللي كتبغي وكتوصل داكشي اللي كتبغي. كما قلت لكم البنات ولا الدراري، لا البنات هذه وصفه ديال البنات صراحه، اقوى وصفه طبيعيه اللي نفخ الخدود وتسمينهم. كما كتشوفوا في العنوان الوصفه شنو هي، اول حاجه نعطيكم الوصفه والمكونات ديالها ونقول لكم الطريقه كيفاش نديروها. المكونات ديال الوصفه اول حاجه فيها زيت الزيتون اللي هي زيت العود. كاين بزاف يقولك شنو هي زيت الزيتون، شنو هي زيت العود، زيت العود هي زيت الزيتون، زيت الزيتون هي زيت العود، بحال بحال. كاين اللي كيقولها زيت البلديه، كاين زيت الزيتون وزيت الزيتون مشروحة على بيديها، زيت العود عفوا خليكم معايا، استسمح هنا لي فيديو ابليبر ما كنقطعش فيهم بزاف، كنخليهم كيف ما هما. انا على طبيعتي كنتعامل معاكم صراحه، ما كنحاولش نتصنع، شاب قدامكم عادي نهضر معكم عادي نتعامل معكم عادي. المهم نطولش عليكم، خلينا نكملوا. كيما قلت لكم زيت البلديه هي زيت الزيتون، هي زيت العود وهي زيت البلديه، كل واحد شنو كيقول لها، ثلاثه تسميات بحال بحال. كاين تقولك شنو هي زيت البلديه، كاين تقولك زيت الزيتون هي زيت البلديه، وزيت البلديه هي زيت العود، ثلاثه بهم هذ الكلمات، كل واحد كل جهه شنو كتقول لها، كل دوله مدينه شنو كتقول لها، كل دوله شنو كتقول لها. حاجه زائر تونس كيقول لك زيت الزيتون. المهم هذا المكون الاول. المكون الثاني اللي هي عجينه الحلبه. المكون الثاني هي الحلبه، ولكن الحلبه ماشي كيك بودغ العجينه ديالها. العجينه ديالها كيفاش نصاوبوا العجينه ديال الحلبه. ها انتم اول حاجه البنات
نقطو الحلبه نغسلوها نشفوها مزيان ونطحنوها، اعطينا على شكل بودر ضروريه لان هكا كتعطينا. مي كيفاش نصوبوا العجينه ديالها؟ نقطو الماء ديال شكون نقولوا الماء الورد، وناخذوا داك لا بودر ديال الحلبه وكنجنوها وكنخليوها على جنب. هادو المكونات اللي كاينين في الوصفه كامله، كاينه زيت زيتون اللي هي زيت زيت البلديه اللي هي زيت العود، وكاينه الحلبه. كيفاش غنخدموها؟ اول حاجه البنات نمشيو بالليل، نبداو بالليل، نبداو لي طاب ديال الليل، لي طاب ديال الليل كنغسلو جهنا بلو جيل ديالنا ولا بلو صابون ديالنا اللي كنغسلو به مزيان، كنشفوه عفوا كنشفوه، كنقبطو داك زيت الزيتون، كناخدو واحد المعلقه كبيره هكا في واحد البو ديالنا ولا في يدينا شي مشكل، وكنبقاو نخدمو كوم مساج للوجه ديالنا. هي البنات ما كنخدموش مساج هابط، يا خدمنا المساج هابط كيهبط لنا هاد البيضات هادو ديالنا اللي خصهم يطلعوا هكا كيهبطوا. دونك كنخدموا على شكل مساج هكا وكنطلعوا للفوق، منها كنحيدوا لي غيده. دي صراحه فريمون وصفه جد جد رائعه. كانت واحد مرات حبيبي فريمون كدير الوجه زيت البلديه ولا زيت العود اللي هي زيت الزيتون، فريمون عطات واحد النتيجه جد رائعه. بزاف الاخوات يقول لي زيت البلديه كتكحل، ما كتكحلش الا داومتيها ودرتيها بالليل ونتي في الصباح وغسلتي وجهك ودرتي لي كرون ديالك، بلاكس كتعطيك واحد لكله للوجه، واحد التفتيح للوجه جد جد رائع. كما قلت لكم كنخدموها هكا الفوق على شكل دائري، حتى كنخدمو حتى كيدخلنا زيت الزيتون بزاف في وجهنا. بزاف الاخوات يقول لك حنا مجوجين ما يمكنش نخلو زيت الزيتون في وجهنا. نديروها واحد ثلث ساعه ولا حتى ساعه قبل ما نبغيو نعسو، قبل ما يجي راجلنا من الخدمه. المهم نديروها بالليل من 7 الفوق، ديريها فوقاش ما بغيتي. كوم مساج 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 كما قلت لكم، كنخليوها حتى كتشربها لابو ديالنا مزيان، كنوضو ما تغسلي لا وجهك لا والو، كتقلع ريحه لا والو في الوجه ديالك. هادي ما نديروهاش يوميا، ندير يوميا نديروها هادي نهار، وماجون ديال الحلبه نهار. نهار الثاني البنات ماشي نهار، تلفتو انا زيت الزيتون، هاد زيت الزيتون ولا زيت الحلبه ولا زيت الزيتون ولا زيت العود ولا زيت البلديه كنديروها يوميا، هذيك بالليل يوميا. ولكن في النهار البنات في النهار نديروا الحلبه. الطريقه ديال الحلبه كما قلت لكم، كيفاش نديروا لها طريقه ديال الحلبه؟ كما قلت لكم كننقيو الحلبه، كنغسلوها، كنشفوها مزيان، كنطحنوها في المونينكس، كنعطينا واحد لابودغ، كنقبطو داك لابود، كناخدو واحد 3 المعالق ولا على حسب الخليط اللي نديرو جبنه، الا كانوا صغارين 3 المعالق صغارين، كانوا كبار كنديرو معلقه ولا معلقه ونص. كنعجنو داك الخليط بالماء ديال الورد، كنخليوه على جانب يشرب واحد تقريبا دي مينوت 10 دقائق، كنخليو داك العجين داك الخليط يتشرب مزيان بجانب ماء ديالو. من بعد كنديروه في النهار هذا، هاد لو ماسك هذا كتسمي بحال ماسك، كطول ماسك لو فيزاج ديالنا. ماشي غير كنصحو به الوجه ديالنا صح البنات، مي تيعطينا حتى واحد ليكله، حتى هي حتى هي الحلبه كتعطينا واحد ديك الوجه. غير هي شويه البنات تجيكم الحلبه شويه قاصحه في الاول لان الريحه ديالها شويه مجهده، مي عاودوا غير يداوموا عليها مده ديال واحد دو سيمين ولا 3 سيمين، النتيجه جد جد رائعه وفعاله فريمون غزاله البنات. كنديروها كوم ماسك الوجه ديالنا، ما كان ماسيوش، بالعكس كنحطوها وكنبقاو نخدموها هكا بيدينا فوق داك لو ماسك اللي درنا لوجهنا. حنا غادا تقريبا واحد 5 مينوت حنا كنطبيو لوجهنا، وكنخليوها شحال كنخليوها؟ كنخليوها 15 مينوت كامله، وكنوضو كنغسلو وجهنا. هي البنات شوفوا اين فوا كتحيدو داك الحلبه من الوجه ديالكم كتلقاو راسكم الا بو ديالكم اضغاطي مخيره غزاله غزاله بزاف بزاف، بلا ما نزيدو في الوزن في الوزن، بلا ما نزيدو في تسمين الوجه، هي بوحدها كتعطي واحد النتيجه جد رائعه في ليدغاتاسيون د لابو. ولا تكون لابو ديال غراس ولا ساش ولا ميكس ولا نورمال، كتعطي واحد ليدغاتاسيون اللي زوينه بزاف. كنخليوها 15 مينوت وكنغسلو وجهنا عادي، ما كنضغطو ما حتى شي حاجه، هي اوتوماتيكمون كتعطي واحد ليدغاتاسيون زوين بزاف. هادو هي الوصفه ديال هاد النهار، زيت الزيتون في الليل يوميا، تخليها ديريها مثلا كما قلت لكم الكلمه مجوج ولا شي حاجه ما يمكنلوش يبقى بزيت في وجهه، كنبقاو نخدموا داك الزيت هذاك في وجهنا حتى كيدخل لنا الراس اوتوماتيكمون، كنحسوا بوجهنا راه فيه الزيت، كونوا اكيد من واحد النتيجه جد رائعه يوميا من الليل. في النهار ديري حلبه، هاد لو ماسك ديال الحلبه فريمون جد رائع،
غير حاولي نبل ولادك الحلبه شويه قاصحه من الريحه، ولكن حاولي غير صبري في النهار صافي. ملي كتقاد دوري في الدار وكديري شغالك وداكشي كتحيد داك الريحه ديال الحلبه. هادي كاين اللي تقول لك واش ممكن ندهن وجهي؟ لا بغيتي تدهني وجهك ديري وجهك ماشي مشكل، من بعد تحيد دوك لو ماسك ديال الحلبه ديري وجهك. قلت لكم 15 مينوت قبل ما ننسى الحلبه، هذيك لو ماسك ديال الحلبه كنخليوه 15 مينوت 15 دقيقه في لو فيزاج ديالنا وكنغسلوه عادي ما كاين حتى شي حاجه. هذه هي الوصفه ديال هذا النهار، ما فيهاش شي حاجه كثيره بزاف، وصفه جد رائعه وسهله بزاف بزاف بزاف. بليز البنات كنتمنى كنطلبكم عافاكم بارطاجيو لي لايك، لايكيو لايكيو بزاف لي لايك ديالكم. شوف البنات قبل ما ننسى لي لا فيديو، لي لايك ديالكم راه ماشي كتخلص عليهم. هدوا هاد القضيه هادي دابا نهضر لكم عليها في فيديو جاي ان شاء الله، ماشي هذا مي في واحد لا فيديو ان شاء الله قريب، راه ماشي الخلاص ولا شي حاجه. لي لايك بالعكس، لي لايك غير حنايا لي انا يا ولا وحده اخرى لي يوتيوبرز وحده اخرى، كيعطي واحد الطاقه واحد الحيويه باش كتزيد تدير لي فيديو وكتزيد تقلب لكم وكتعطيكم اللي هي عارفه واللي ما عارفاش كتقلب لكم عليه. هذا هو علاش